حديث الروح للأرواح حديث الروح للأرواح يسري بصحبته مجالسنا تطيب ووحي الله للإنسان روح وأنوار بها تحيا القلوب حديث الروح تربية وطهر به يتذكر العبد المنيب تنال به حياة ذات طيب فيا قومي لربكم استجيبوا فيا قومي لربكم استجيبوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات متابعي قناة زاد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقاؤنا اليوم في حديث الروح لقاء العيد، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعلنا الله وإياكم من الفائزين. نرحب في هذا اليوم بضيفين كريمين معنا اليوم، الدكتور البروف محمد بن طه الحريري، أستاذ وظائف الغدد الصماء والباحث في الطب النبوي والطب البديل. فأهلا وسهلا سعد الدكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. ومعنا أيضا الشيخ الدكتور كمال بن عبد اللطيف الدعيس، دكتوراه في الحديث وعلومه. أهلا وسهلا سعد الدكتور. حياك يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم جميعا، وعيدكم مبارك. الله يبارك فيك. نبدأ مع الدكتور كمال الدعيس، ونتكلم عن الإسلام والعيد. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين. الإسلام يعني مثله مثل، أو خلنا نقول هو دين فطرة، فلذلك هو لم يخرج عن الفطرة بشيء. فتجد أنك لكل أمة من الأمم السابقة كان لها هناك عيد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا، فيقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عيدا. وكذلك جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فيبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل قوم عيد، وأن أيضا كذلك للمسلمين عيدا. فإذلك كان يعني هناك تميز بالنسبة لعيد المسلمين عن غيرهم. الآن نأتي في قضية ما الذي تميز به عيد المسلمين. الميزة التي هي في عند المسلمين أن كان العيد بعد فريضتين عظيمتين، يعني فريضة الصيام، فكان كأنه نوع من الإنجاز بعد الصيام والقيام والصلاة والعبادة التي كانت في تلك في ذلك الشهر العظيم، فكأن الله سبحانه وتعالى يكافئهم بهذا اليوم، فإذا كان فيه يوم فسحة ويعني سرور وبهجة بما يعني أكملوا هذه العبادة الفضيلة. وكذلك طبعا في الحج، فكان العيد الفطر بعد أفضل ليالي السنة، وكذلك كان عيد الأضحى بعد أفضل الأيام. الله أكبر. أيضا من الأشياء المهمة يعني والضرورية يعني أرادها كذلك أرادها الشريعة الإسلامية، أن إظهار هذه الفسحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى حتى تظهر سماحة الدين. الله أكبر. فكان يعني عندما كان يلعبون أهل الحبشة في المسجد، وكانوا يعقتهم يعني يرقصون بالحراب والتروس، فعمر عندما رأى هذا المنظر في المسجد فكأنه استنكر ذلك، فبدأ يحذفهم حتى بالحصباء، ينكر عليهم. نعم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال يعني أنهم بنو أرفدة، وكذلك يعني أمنهم وقال أمينا يعني بني أرفدة، ويعني أكد على قضية مهمة جدا، ألا وهي لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. الله أكبر، الله أكبر. إذا هو يوم فرحة، يوم فرحة، يوم سعادة. نعم نعم. وكذلك حتى يعني في حديث آخر، عندما يعني أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، كانت هناك جاريتان تغنيان بأبيات ليوم البعاث، فاستنكر كذلك أبو بكر أنها كيف يعني تغنيان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني موجود، فنهارهما
عن ذلك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر. فكان يبين أن في هذا يعني في هذا اليوم يعني في نوع من الفسحة التي ليست كسائر الأيام. ولذلك يشرع بل يستحب الفرح والسرور والإظهار ذلك، بل إظهار ذلك يعني هو المطلق، هو يعني مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. نعم. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. الله أكبر. وطبعا خاصة اليهود، أن اليهود دائما عندهم يعني نوع من التمرد على الدين وعلى القضايا هذه، فلذلك يعني كان فيه نوع من التشديد كذلك يعني في شريعتهم عليهم بسبب هم ما شددوا على أنفسهم. نعم. فأتت الشريعة الإسلامية أنها والله لا فيها نوع من الفسحة وأن الدين يسر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد. الحمد لله. أكرمك الله يا شيخ. الله. بروف محمد بن طه الحريري، خلينا نتكلم شوي عن، احنا بعد رمضان نتعب كثير، مجرى الحياة يتغير في رمضان، في نصائح طبية توجيهات توجهها لنا وللسادة المشاهدين والمشاهدات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر لكم الدعوة الكريمة الطيبة في قناة زاد، ونبارك لكم وللأمة العربية والإسلامية حلول شهر عيد الفطر المبارك. نسأل الله القبول لنا ولكم. آمين. وأن يعيده علينا وعليكم ونحن في تمكين ونصر. آمين. آمين. وعلى ما يحب ربنا ويرضاه. الله أكبر. وعيدكم مبارك علينا وعليكم إن شاء الله تعالى. مثل ما تفضلت أستاذ أنور، هناك مشكلة شائعة ألا وهي التأقلم في النوم. نعم. يجتهد الكثير في رمضان مأجور مشكور لقيام الليل. نعم. وبعضهم كذلك الاعتكاف، وهذا ينعكس سلبا على الساعة المنظمة في جسم الإنسان والتي تنظم النوم. أه. فيكون السهر في المساء والنوم في فترة الصباح، الصباح. لغرض التقرب للعبادة. نعم. وهذا شيء بإذن الله نسأل الله القبول. نعم. بعد انتهاء رمضان وقرب مباشرة الأعمال تبدأ هنا المشكلية، كيف الإنسان يعود إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان. نعم. المبارك. فتجد الناس في أول أيام عيد الفطر بعد المباشرة يأتون إلى الدوام وهم في حالة من الإرهاق. صحيح. والإعياء. صحيح. والكسل نتيجة عدم أخذ القسط الكافي من النوم. طبعا النوم ضرورة أساسية لجسم الإنسان، مثل الأكل والشرب، لا يستطيع إنسان أن يعيش بدون أكل وشرب ولا نوم، بل بعض الأحيان يستخدم كنوع من التعذيب، يعني النوم عندما يتم يعني الحرمان إنسان من النوم يؤدي إلى مشاكل عدة. لعلنا نضع بعض الخطوات التي تفيد بالحصول على نوعية وكمية كافية من النوم، وهذه جميل. طبعا النصائح عامة. جميل. سواء كانت بعد رمضان. نعم. أو بشكل عام يعني على مدار العام. نعم. أول حاجة لابد الإنسان أن يسيطر على القلق. بمعنى كثير من الناس أثناء الذهاب إلى الفراش يبدأ بالتفكير ويعني استرجاع المواجع والأمور التي صادفته خلال فترات النهار، وهذا طبعا يؤدي إلى تغير في كيمياء الدماغ ويصير إفراز لهرمونات القلق الاسترس على حساب هرمونات الاسترخاء والسعادة. هذا يؤثر على النوم. فبالتالي من أهم الخطوات إذا الإنسان ما أراد الذهاب إلى الفراش والنوم أن يتخلص ويسيطر على القلق. جميل. وحقيقة من خلال قراءاتي المتواضعة لم أجد أسلوب ينظم أو يساعد في السيطرة على القلق. جميل. غير الأسلوب النبوي. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو اللي يصير كالآتي، الإنسان في المساء يأتي في الفراش ويبدأ يتذكر وتبدأ الذاكرة تشتغل. نعم. الهدف الآن أنا كيف أشتت هذه الأشياء المقلقة. نعم. وأركز على الاسترخاء. نعم. لو نعود إلى الهدي النبوي. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان عندما يذهب إلى النوم يبدأ بالوضوء. شوف الآن كيف التهيؤ. بعد ذلك الأذكار. الاستغفار. قراءة ما تيسر من القرآن، الآيات المأثورة والسور المأثورة كالملك والسجدة وإلى آخره والمعوذات، وهذه الأشياء الأذكار المأثورة. هذه الأمور تؤدي إلى ماذا؟ إلى الابتعاد عن المشتتات والتركيز في أمر واحد ألا وهو الاسترخاء وذكر يعني ذكر المولى سبحانه وتعالى. نعم. هذه أهم الأمور التي تساعد أو تسهل الأمور لتسيطر على القلق. نعم.
الأمر الثاني بارك يعني قضية الشريعة الإسلامية دكتور كانت يعني تؤكد على قضية الأذكار النوم هذه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم صحيح. نعم يعني وهذا شيء مهم جدا. نعم. وحنا والله قد يجي الواحد أحيانا إلى الفراش متعب ويفرط فيها. أيوة. نعم. في مسألة أخرى يا دكتور. أيوة. في الخطوة الثانية أو النصيحة الثانية وهو يجب الالتزام بنظام النوم. بمعنى الذهاب إلى الفراش في وقت محدد والنهوض كذلك في وقت محدد. ونرجع مرة أخرى نقول كذلك أحسن مدرسة أعطت نموذج حي وجميل وعملي هو النهج النبوي مرة أخرى. فنبيكم عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء. وكما قال أحب الصلوات إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. بمعنى شوف الترتيب. بمعنى نعطي مثال بسيط. إذا كان صلاة العشاء مثلا في الساعة السادسة مساء وصلاة الفجر في الساعة السادسة صباحا. جميل. الإنسان إذا نام من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية عشر هذا تقريبا نصف الليل. نعم. بعدين من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الرابعة تقريبا صلاة، وبعدين من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة نوم. ما معنى الكلام هذا؟ هذا الكلام وجد سبحان الله متعلق بهرمون ينظم الساعة البيولوجية في جسم الإنسان وهو هرمون الميلاتونين، وهذا يعرف عند كثير من الناس وعند العلماء بهرمون السعادة. الله. هذا اللي بينظم الساعة البيولوجية اللي يعني يعطي الأوامر للجسم بالاسترخاء بالاستقلاب. جميل. هذا سبحان الله وجد بأنه يبدأ إفرازه تقريبا بعد صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل ثم يتناقص. جميل. بمعنى الإنسان الذي لا يذهب مباشرة أو مبكرا إلى الفراش بعد العشاء في ساعات الليل الأولى يفقد فوائد هذا الهرمون. وبالمناسبة هناك الفوائد جمة، منها محاربة السرطانات، تنظيم الاستقلاب، التخلص من الجذور، يعني حلقة كاملة لسرد الوضع. هذا هرمون السعادة ميلاتونين. وبالمناسبة هذا يوجد كمكمل غذائي كعقار. نعم نعم. الناس الذي يعانون من مشاكل أو أرق في النوم بالإمكان استخدام هذا العقار يسمى الميلاتونين، لكن تحت إشراف طبي. ويباع كمكمل غذائي وشبيه بالمادة هذه اللي تفرز وتساعد في الاسترخاء والنوم. لكن هذه الأمور اللي تكلمنا فيها واللي سوف نكمل فيها هي بإذن الله كفيلة بأن يحصل الجسم على الجرعات الكافية من هذا هرمون الميلاتونين. جميل. إذا تحدثنا على القيلولة. القيلولة تفضل تكون يا قبل الظهر أو بعد الظهر، كما جاء في الحديث كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، يعني القيلولة بعد الظهر أو بعد صلاة الجمعة. نعم. للأسف بعض الأحيان في هذه الأيام خاصة الناس القيلولة تكون بعد العصر. بعد العصر. وهذه تؤثر على النوم، فبالتالي بعد رمضان يعني بعد رمضان مباشرة ينصح بأخذ القيلولة فترة قصيرة وتكون بعد الظهر حتى لا تؤثر المساء. النصيحة الرابعة. نعم. النشاط البدني. الرياضة. وهذا من أهم من أهم من أهم الأسباب للحصول على نوم عميق. لابد من ممارسة بعد خلال فترة العيد ممارسة نشاط بدني، وهذا النشاط لابد أن يكون قبل 4 ساعات من النوم. الذي يمارس النشاط البدني قبل النوم يؤثر يعني سلبا. قبل النوم بأربع ساعات يعني 4 ساعات. نقول في فترة العصر. أيوة. ممارسة النشاط العصر يكون الجو يكون طيب. جميل. هذا بإذن الله يعطيك نوع من الإرهاق ويعطي العضلات في المساء نوع من الاسترخاء. جميل. ويتمتع الإنسان. الملاحظة والنصيحة الخامسة البيئة الصحية للنوم. أنا لما أذهب إلى غرفة النوم لابد هذه الغرفة تكون بدون ضوء. لأنه هذا هرمون السعادة اللي تكلمنا فيه لا يفرز إلا في الغرفة المظلمة. الله. أي. فالإنسان الذي تعود على إنارات يفقد هناك يعني مستشعرات عصبية في شبكية العين تستشعر الظلمة وتعطي الإشارات للدماغ لغرض إفراز هذا الهرمون. نعم. في الظلام. نعم. لذلك يسمى كذلك هرمون الظلام. نعم. لابد تكون الغرفة الحجرة مظلمة، درجات الحرارة مناسبة. لا تكون فيها رطوبة ولا برودة زائدة ولا بعوض ولا من هذه الأشياء. والأمر المهم جدا التخلص من شاشات التلفاز والجوال. الإنسان بمجرد ما يفتح الجوال قبل النوم الأشعة المنبعثة من الشاشات الذكية تؤثر كذلك على الإفراز. النصيحة الأخرى حتى لا أطيل أو الأخيرة. نعم. في هذا المجال. نعم. الطعام.
الذهاب إلى النوم لا ينبغي أن يكون على معدة مليئة بوجبة دسمة ولا على جوع ولا على الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال. هذه الأشياء تعطيك شعور بالطاقة وتؤثر على النوم. وجبات خفيفة. جميل. كذلك النيكوتين هداهم الله التدخين والكافئين 3 ساعات لابد أن يكون قبل النوم الانقطاع عن شرب القهوة. جميل. جميل. نعم. جميل. يعطيك العافية دكتور بارك الله فيك. بروف محمد ما زال معنا حديث آخر عن قضايا في تعلق بالجانب الصحي لكن أبغى أشوف الدكتور كمال ونبغى نظرة شرعية على الجوانب الصحية إيش اللي ممكن نراعيه في العيد من جوانب صحية في الشريعة الإسلامية. جميل جدا يعني ما شاء الله الدكتور يعني كفى ووفى لكن يعني سبحان الله الشريعة الإسلامية ترى حرصت على قضية أن يكون الفرد يعني في كامل قوته حتى يعطي عطاء جيدا لعمارة الأرض أولا وكذلك عمارة الآخرة. الله أكبر. فلذلك تجد يعني فرضا ذكرنا اللي هي ممكن الدكتور بعد كذاك يعني يصححني الأمور الخمسة اللي هي يعني بسببها يمكن للإنسان أن يعني يكون إنسان صحي وقوي اللي هي قضية الطعام وقضية كذلك النوم كما تفضل الدكتور وكذلك قضية اللي هي الرياضة وأيضا يعني أعرج عليها وايضا يعني اللي هي قضيه التطبب اللي هي ياخذ امر طبي في امر خامس ان ذكرنا قضيه الطعام له طعام وشرب مع بعض وعموما في هذه في كل واحد منها تجد الشريعه الاسلاميه اكدت عليها. طيب خلينا نعيدها دكتور معلش الطعام ويدخل داخله الشرب. اي نعم وايضا النظافه جدا وكذلك النوم النوم الجيد وكذلك طبعا اللي هي الرياضه او النشاط البدني بشكل النشاط البدني وكذلك اللي هي الامر الاخر الاخير وقضيه اللي هو التطبب يعني اذا وقعت مشكله للشخص نفسه يعني يبحث عن يعني علاج لهذا جميل الامر. جميل جميل وهذه كلها موجوده يعني عندما ترى الشريعه الاسلاميه ويعني في عبادات الموجوده فيها في التشريعات الموجوده فيها تجد ان هذه الامور متعلقه في كثير من العبادات. خلينا الان ما نبغى نتكلم عن العبادات الاخرى نتكلم عن قضيه الصوم نفسه. نعم. لاحظ ان الصوم طبعا يعني كثرته قد يكون متعبا للبدن وردت في ذلك طبعا احاديث الصحابه اللي اتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانهم يعني تقالوها. نعم. وذكر احدهم انه والله اني يعني انا اصوم فلا افطر والثاني اقوم فلا انام يعني والاخر طبعا قال لا تزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم قضية الاعتدال أن يعني هذه الأمور مطلوبة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد أو أقوم وأنام وكذلك أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أيضا كذلك يعني كان مكثرا للصوم ومكثرا لقيام الليل فاستعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره فقال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إنك إن فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك والمقصود فيها أنها غارت عينك. نعم. وتعبت وكذلك تكلت نفسك ما تستطيع القيام بعد ذلك لا بالعبادة ولا بالأمور الدنيا التي الله سبحانه وتعالى أرادها للإنسان. طبعا هذه في قضية الصوم وأيضا في التشريعات في الصوم كان يوم العيد نهي عن الصيام فيه. نعم. فلا بد من الإفطار حتى ينقطع الإنسان عن هذا التعب الذي يمر فيه. جميل. وأيضا طبعا كما تفضل الدكتور له قضية النوم الجيد وهذه الأمور وهي كذا موجودة يعني ذكرها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أما قضية اللي هو الرياضة. طيب. ذكر أنه من السنة قضية الذهاب إلى صلاة العيد مشيا. طبعا الإمام البخاري يعني قال مشيا أو ركوبا يعني كلاهما يعني جائز وأتوقع أن الأمر قضية أنه هو أيهما أفضل في ذلك الوقت فإن كان يعني المشي أفضل ولم يكن هناك والله قد يمكن مع طول الطريق تأتي رائحة للإنسان بسبب الحر وكذا فيعني يفضل قضية الركوب أو مثلا إذا كان والله الجو معتدل والجو طيب فالأفضل أن قضية المشي. ونص بعض العلماء في كثير من القضايا اللي هي قضايا مثل الذهاب حتى للمسجد وغيرها أن هذه نوع من أنواع الرياضة يعني الإمام الغزالي في الإحياء وغيره من الأئمة عندما كان يتكلمون عن قضية مثلا يعني حتى في السفر
طيب ونحن مقبلين على كذلك على السفر، يعني في الناس يروحون يزورون الى اقاربهم وكذا. نعم. فطبعا اول كان في السابق ما كان في عندهم يعني سيارات، لا سيارات ولا مكيفات. نعم. فكان يعني يذكر قضيتنا والله يعني هناك المشي تاره وكذلك الركوب تاره، حتى امرين. نعم. اولا قضيه الرياضه للشخص نفسه وكذلك حتى يريح الدابه. جميل جميل. فهذه يعني كل قضايا هذه قضايا الرياضه وقضايا صحه الانسان. نعم. يعني وكل ما يتعلق في ان يكون الانسان المسلم بالفعل سليم الصحه، يعني اتت شرائع كثير تؤيد هذه القضيه لكنها. نعم. متفرقه. يعني حتى قضيه زكاه الفطر الان. نعم. لماذا كانت حتى زكاه الفطر هي مما يقتاته الناس؟ طبعا في خلاف في قضيه الامر، لكن يعني اكثر من يعني يرجح العلماء على قضيه انه هو يعني. نعم. يكون من طعام اهل. نعم. البلد نفسها. لماذا؟ لاجل هذا الشيء ايضا، لانها بالفعل يعني حتى يعني يكون هناك طعام يتوفر لكل الناس. ولذلك سبحان الله انا اقول لو وجد التشريع بالفعل، لو يعني يعني طبق التشريع الاسلامي لن تجد هناك يعني قلتم جائع في هذه الارض ابدا. جميل جميل جميل، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. أستاذنا الغالي بروف محمد، العيد وناسة وبسطة وزيارات ويعني انفتاح بعد هذا الصيام الشهر الكامل على أنواع وأشكال المطعومات والمشروبات. نبي تعليق يعني وتوجيه لنا في هذا العيد حول الأكل والشرب وقضية إيش الأفضل وعدم أو الترك. أي نعم. للأسف مثل ما تفضلت يعني في فترات أيام العيد الزيارات الأسرية وصلة الأرحام تقريبا في كل منزل يتكرر المشروب هذا المحلى السكري. أي نعم. والحلى العيد. نعم. والشوكولاتة والشوكولاتات والأكل الدسم. والحمد لله على النعمة، نسأل الله أن يدومها. آمين. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بشكل معقد. وخلق الإنسان هو إعجاز، كيمياء معقدة يعني. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان هباء منثورا، أو بل وضع له منهج، منهج ولا بد أن يتم اتباع المنهج مثل ما تفضل الشيخ الدكتور كمال. فهناك منهج لابد اتباعه حتى لا نصل إلى مرحلة التطبب. نعم. يعني أنا حتى ما أوصل إلى مرحلة مشكلة صحية وأبحث. نعم. عن الطب وإن كان مشروع طبعا. نعم. حتى أنعم بحياة صحية، أنا حديثي بشكل عام طبعا. من ضمن الأشياء الأكل والشرب والاعتدال. الرسول عليه الصلاة والسلام وضع حديث حقيقة في قمة الروعة في 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 امتلاء منهج. البطن منهج. نعم. وأثبتنا نحن في القناة المباركة ما ملأ دمي وعاء شرا من بطن، وأثبتنا أنه فعلا في المعدة هناك ثلاث طبقات حتى يتم الهضم. نعم. حتى تسعد بحياة هنيئة بدون مشاكل، بدون سوء هضم، بدون تقشؤ، حرقان وحموضة وإلى آخر المشاكل الصحية، لابد يتم الاعتدال. كيف الاعتدال؟ ثلث للطعام. نعم. وثلث للماء. هو اللي يصير كالآتي، المعدة أبو عبد الرحمن هي عبارة عن أنبوب. وإذا ما سألت ما هي وظيفة المعدة؟ المعدة الوظيفة الأساسية ليس الهضم. المعدة وظيفتها ليس الهضم، الوظيفة. نعم. الأساسية. البعض يعتقد أنه لابد في السحور أملأ البطن، عندما أذهب في الزيارات العيد لابد أن أنا أكل من هذا وأكل. لا لا، هذا في منهج وضعه الرب سبحانه وتعالى ولابد اتباعه إذا أردنا أن نتجنب المشاكل الصحية والذهاب إلى الطبيب. جميل. الوظيفة الأساسية للمعدة هي مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وعاء. وعاء. وهذه الوظيفة تكون أكثر تطور في بعض الحيوانات مثل الإبل. الإبل تستطيع أن تخزن الطعام فترة طويلة، فالمعدة وظيفتها الخزن. يعني أنت تأخذ الآن تأخذ وجبة، تجلس هذه الوجبة محفوظة في المعدة لمدة كذا ساعة. إذا كانت الوظيفة هذه غير موجودة فيضطر الإنسان مثل الماء أن يشرب، أن يأكل كل ساعتين ثلاث ساعات. إذا معناته يا دكتور، بس اللي نسمع يقول لك أن المعدة تفرز أحماض. نعم. الأحماض هذه ليست للهضم؟ الأحماض هذه الوظيفة الثانية. أنا أكلمك الآن كوظيفة. يعني إذا البعض يعتقد أنه هذه المعدة هي خصصت للأكل ولابد أن يتم ملأها حتى تعمر فترة أطول يعني. نعم. بدون. نعم.
لا، نقول المعدة أصلا خصصت بشكل أساسي للخزن الطعام، ولابد أن يكون هذا الخزن بمقدار بمقدار الثلث. لماذا الثلث؟ لأنه مثل ما تفضلت أبو عبد الرحمن، هناك في عصارات هضمة. أي نعم. فإذا كانت المعدة مليئة إلى الفم بالطعام، أين ممكن أن تذهب هذه العصارة هضمة؟ أيوة، هذه نتيجة الامتلاز ترتد، وهذا يؤدي إلى ارتجاع والشعور بالحمض بالحرقان والحموضة. واضح، جميل جميل. الأمر الآخر وظيفة الهضم. الآن بنتكلم على الهضم. جميل. وطبعاً هذه الوظيفة ثانية. هذه الوظيفة للمعدة. المعدة اللي هي الهضم. نعم. الوظيفة الأساس هي هضم البروتين. طيب اسمح لي قبل أن ندخل في الهضم يا دكتور. والحقيقة في فاصل، بس أنا أبغى أسأل هالسؤال. ممكن خلي الإجابة بعد الفاصل. طيب. ولا لا يا أستاذ فاضل؟ إيه. طيب خليني بس أسأل السؤال هذا، أنا حقيقة عشان ما أنسى جبالي الآن والدكتور يتكلم عن الثلث الآن. هل الثلث هو محدد؟ ممكن نقول للناس ترى هذا يعتبر ثلث المعدة، خلاص اعتمد وجبة مثل هذه نفس الحجم هذا وخلاص لا تزيد؟ هذا سؤالي بيكون بعد الفاصل. ها، ناخذ فاصل اعزائي المشاهدات، بعد اذنكم يا اساتذتي، ونرجع ان شاء الله. ان من مظاهر رحمة الله تعالى في شرعه ولطفه بعباده ان الله شرع لهم بعد مواسم الطاعات اياما للفسحة والفرح والسعة. عن انس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ولذلك فإن أهم أعمال يوم العيد وآدابه إدخال الفرح والسرور على النفس والأهل والأقربين وعموم المسلمين. قالت عائشة رضي الله عنها: تصف يوما من أيام العيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. فقد كان الصحابة إذا التقوا في العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. ويشرع التكبير من بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع لقاء العيد. معنا مداخلة حقيقة من الدكتور عبد الحميد المعجل، رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية. دكتور عبد الحميد معاي؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا دكتور. عليكم السلام. أسعدك الله. واليوم كما تعلمون ويعلم السادة المشاهدين والمشاهدات، حنا عندنا العيد فرصة للزيارات والسفر بين المدن والقرى لزيارة الأقارب والأحبة. بما أنك أستاذي يعني متخصص في قضية السلامة المرورية، إيش نصائحك لنا في هذه الأيام الكريمة المباركة والأعياد والأفراح حتى لا تنقلب إلى أتراح؟ طبعا هناك عنصر من عناصر السلامة المرورية ثلاثة، اللي هو المركبة والطريق والسائق. المركبة والطريق والسائق. والسائق. نعم. هذه عناصر السلامة المرورية الثلاثة. جميل. الرئيسية. جميل. نعم.
يعني يجب أن تكون المركبة يعني متوفر فيها مواصفات ومعايير السلامة المرورية. ممتاز. وأهم جزء في المركبة يحتاج أن نراعيه اللي هي الكفرات. الكفرات نعم. الإطارات السيارة. جميل. جميل. إطارات السيارات نعم. لأن بعضهم يبخل على نفسه إنه يجددها كل سنة أو يعني يتكاسل. نعم. فهي سبب رئيسي من أسباب الحوادث فيما يخص المركبة. نعم نعم. نعم. أما بالنسبة إلى السائق فهو يمثل 80% من وقوع في الحوادث. نعم. مقارنة بأن تكون السيارة هي السبب أو يكون الطريق هو سبب الحادث المريع. نعم. فلذلك من المهم أن يكون قيادته واعية. خصوصا انه يستخدم الطريق مع اشخاص قد يكون قيادتهم خطره. صحيح صحيح. خصوصا في سن الشباب. نعم. فيجب ان يراعي هذه الامور اثناء القياده وتكون يعني زيارته وعيد وسعيد ان شاء الله. دكتور عبد الحميد انا اقول بس ما ادري على كلامي صحيح ولا لا، انت عاد مرجعنا في هذا الباب. انا اقول دائما للسائقين دائما ظن الظن السيء في السائقين من حولك، قائد المركبات الذين يقودون من حولك ظن بهم دائما ظن السوء. كيف؟ يعني أنه لم ينتبه لك، أنه لا يحسن القيادة، أنه متهور، أنه لا يحترم القواعد المرورية، حتى أنك تتوقع السيء حتى تتفاداه وتكون أنت في بحر الأمان. أنت ما أدري توافقني على هالنصيحة ولا ما هي بزينة؟ لا والله وافقك يعني 100%. أينها؟ يجب أن يكون يعني التركيز وعدم التشتت الذهني. نعم. أثناء القيادة. أينها؟ والتركيز عن اليمين وعن اليسار وأمام وخلف. نعم. لأنه يوجد من هذا النوع من القياديين، فيجب أن لا يتشتت، وخصوصا استخدام الجوال. نعم. الجوال أثناء القيادة. نعم. نعم نعم. سبب رئيسي من أسباب الحوادث الجوال. صحيح الجوال. طيب دكتورنا عبد الحميد المعجل رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، شكرا على المداخلة الكريمة، وأتمنى أن نلتقيك إن شاء الله في حلقات قادمة وأنتم في أحسن حال. شكرا يا دكتور عبد الحميد. حياك الله. شكرا لكم. مع السلامة. السلامة الله وبركاته. دكتورنا في تعليق من مشايخنا ودكاترتنا الكرام أساتذتنا. والله حقيقة الدكتور جزاه خير، جزا الله خيرا سعادة الدكتور المعجل، يؤكد على فطرة الإنسان عندما ذكر بأن معظم الحوادث في رمضان قبل المغرب وفترة بعد الفجر. نعم. هذا نتيجة الحرمان من النوم. بعد الفجر. صحيح. حرمان الإنسان من النوم. وهذه قاعدة عامة، متى ما الإنسان ما أخذ قسط بالراحة تتأثر الوظائف، لا يروح يسوق ويروح مشاوير، ليست أي عمل. أي عمل، أي عمل. لا، الطالب لا يستطيع أن يجاب على نعم. الموظف لا يستطيع أن يؤدي وظيفة بالشكل الأمثل. صحيح. فتتعطل الوظائف بشكل السهر. عام. السهر. هذا السهر وعدم أخذ القسط الكافي من النوم. نعم. وقبل الإفطار نتيجة هبوط السكر، نحن تكلمنا في هذا في أحد في أحد البرامج. قلنا ممارسة الرياضة ممكن أن تكون في شهر رمضان مسموح. صحيح. شرط أن لا تكون في آخر ساعة من وفي الأيام العادية يا دكتور، في الأيام العادية مسموح، قلنا فترة العصر، ما تكون في المساء، في المساء تؤثر على النوم. فترة الرياضة، لكن في رمضان، جزئية رمضان، نهاية قبل المغرب، قبل أذان المغرب تبدأ مستويات السكر تقل، وهذا يكون عرضة للسائق لحدوث حوادث سيارة. لكن على سالفة ذكرت أن الإنسان في الأيام رمضان قضية الإفطار وأنه ما يمارس على جوع. أيوة. لأنه قد يسبب. طيب الآن في الأيام العادية في بعض الناس يأخذون الرياضة بعد صلاة الفجر قبل أن يفطر. شوف بارك الله فيك، مسألة ممارسة النشاط البدني هي مفتوحة. رياضة الشريطة، نحن دائما نتحدث أنه لابد أن تكون هناك 4 ساعات بين تناول الطعام وبين ممارسة الرياضة. 4 ساعات؟ كون 4 إلى 3 ساعات ممكن، لأنه الطعام عندما يتم هضم أو أكل الطعام يتجه الجهاز الدموي، الدم، إلى الجهاز، إلى المعدة وإلى القولون، إلى الأمعاء، لغرض إتمام عملية الهضم. جميل جميل. وفي هذا الأثناء يكون الجسم في حالة استرخاء. نعم. يعني عملية الهضم يصادفها أو يتوازى معها في جسم الإنسان عملية استرخاء. جميل. وتدفق للدم للجهاز الهضمي.
بينما الحديث عن النشاط البدني، الدم يتجه إلى العضلات ويصاحب هذا جهد وقلق ويعمل جهاز عصبي آخر. فهناك تضارب، يعني اللي بيمارس رياضة بعد تناول الطعام حيكون على حساب هضم الطعام. جميل. أي وعلى حساب تدفق الدم للعضلات. فلا ينصح ولا يعني يتم ممارسة مزاولة ممارسة الرياضة مع تناول الطعام في نفس الوقت، لابد أن تكون هناك فترة كافية لهضم الطعام. يعني مثلا الآن تؤيد أننا مثلا بعد صلاة الفجر نمارس بعض التمارين الرياضية. أي تمارين رياضية طبعا لازم تكون هناك مستوى السكر تكون كافية، ما يكون إنسان بدون طعام طيلة الليل مثلا ويأتي برياضة شاقة أو شديدة. بعضهم يعني يمارس رياضة شاقة لأن الأجواء تكون طيبة بعد الفجر. لابد أن تكون مستويات السكر أقل شيء يعني في إفطار قبل ساعتين أو ثلاث ساعات، بحيث أنه واحد يعيد مستويات السكر حتى تعمل العضلات بالشكل الأمثل. جميل. جميل. نعم. طيب الثلث يا دكتور. الثلث. دكتور كمال في شيء على هو ذكر الدكتور زال خير أن يعني الأقسام الثلاثة اللي هي الطريق والمركبة والسائق. السائق. ونقال 80% على السائق. إيه. طيب والمركبة كذلك هي تبع للسائق. صحيح. فيعني يبدو أن الظاهر أن أغلب الأمور هي على يعني السائق، سواء كان يعني هو بنفسه كسائق أو أنه والله ما يعتني بمركبته، لذلك لابد أن يهتم يعني بها كثير. صحيح صحيح. قضية الأضواء، قضية المساحات، قضية يعني الاهتمام بالقيادة، ضرب الإشارة، إعطاء إشارة وغيرها، جوانب كثيرة في السائق المرور تحتاج والله ما أدري كان الله يسر لنا في لقاء قادم يكون لنا حديث إن شاء الله مطول عن قضية السائق المرور لأنها من قضايا المهمة أن تكرر للمجتمع. الثلث يا دكتور، والثلث كثير. الثلث كثير. شوف بارك الله فيك، هو جسم الإنسان ليس معادلة رياضية. نعم. بمعنى لا ينبغي، ودائما أنا أقول هذا الكلام، لا يصح أن يتم وصف بشكل عام يعني أطعمة أو أنظمة غذائية بالجرام أو بالميزان أو باللتر ملي لتر. الناس تتفاوت من حيث حرق الطعام، من حيث عملية الهضم وإلى آخره من هذا، ففي فروقات فردية بين الناس. لكن الأصل أو القاعدة العامة هي التأني في تناول الطعام. لذلك عندما يعني المتتبع للنهج النبوي الرسول عليه الصلاة والسلام نفس الكلام، هناك كان تهيئة قبل البدء بالطعام، منها البسملة، الجلوس، الأكل بالثلاث، وهذا يقلل الطعام. سبحان الله، هذا متعلق بهرمون الشبع الإنسان، وهذا الملاحظ يعني في الولائم، في عندما تكون ولائم دسمة البعض يهجم على الإنسان، كل ما تأنى في أكل الطعام وأخذ الوقت سواء في رمضان أو في العيد أو في أي يوم، التأني في الأكل وأخذ الوقت الكافي هذا يساعد الجسم على إفراز هرمون الشبع. جميل. يعني أنت يعني أنت يا دكتور ضد مقالة المثل الشعبي اللي يقول كل أكل جمال وقوم قوم ترجال. الله المستعان. ها يعني كل ها كثيرا. أيوة. وقم مع من أول الناس. ما أنت جزاك الله خير قلت أكل جمال. الإنسان أيوة. ليس بجمل. يعني هذا قد ينطبق على الجمل لكن لا ينطبق. التمثيل. لكن ضد هذه الفكرة لأن ما فيها تأني. لا 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 لا. لا. لذلك حتى الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا. الإسراف مثل ما تفضل الشيخ، والشيخ طبعا هو متخصص في هذه الأمور. الإسراف في الأكل، الأكل أكثر من الحاجة، الأكثر أكثر من الطاقة. فالإسراف هنا الأكل أكثر من الشيء يعني قدرة الجسم. فالإنسان عندما يتأنى الثلث كيف؟ نقول الثلث هو التأني. التأني الأكل بي يعني أخذ الوقت الكافي للمضغ والهضم، لأنه أثناء المضغ تبدأ عصارة الهضمة. نعم. وتبدأ الهرمونات التي تعطيك شعور بالشبع. أنت إذا أكلت بسرعة خلال 20 دقيقة. نعم. أو أكلت بتأني خلال 20 دقيقة. نعم. هنا أنت حتشعر بالشبع وهنا حتشعر بالشبع، لكن هنا كمية السعرات المدخلة قليلة ويستطيع الجسم أن يحرقها. جميل. بينما هنا أنت أدخلت كميات أكثر من الثلث، وبالتالي تتحول إلى دهون وتتحول إلى سمنة ومشاكل صحية وسكر في المستقبل. وأيضا وقت طويل للبطن يستحتاج إلى مضاعفة الجهد للعلاج، وهذا مضاعف بالضبط، وهذا مضاعف الجهد وأعباء على الجهاز الهضمي. فنحن نقول الثلث وليس مقياس، ليس مكيال، وإنما الواحد يأخذ القسط الكافي أو الوقت الكافي للأكل، وتلقائيا أنت حتشعر بالشبع. وهذا الشبع هو دليل الوصول إلى الكمية التي ممكن المعدة أن تستوعبها. جميل. جميل. الله يسعدك يا دكتور، بارك فيك. في قضية بس الإسراف يعني في كلام جميل للعلماء،
أو يعني ما ذكروه يعني الإسراف. الإسراف نعم. أنا الإسراف طبعا يكون وكلوا واشربوا ولا تسرفوا, نعم. الإسراف قد يكون بعض الأحيان في تقديم الطعام, إذا يعني كان تقديم الطعام كثيرا يعني هو طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة, نعم. فإذا كان أكثر من الحاجة هذا في نوع من الإسراف, حيث أن بعد ذلك يعني لا يستفاد منه وقد يرمى والله المستعان, ويعني نشاهد أمور بالفعل يعني تقطع لها القلب, ناس محتاجين وناس مع الأسف يرمون الطعام, فهذا جانب من الإسراف. جانب آخر كذلك كما تفضل الدكتور هو قضية كثرة الـ يعني الـ الأكل حتى يصاب الإنسان بالتخمة, والله المستعان احنا يعني لسنا بعيد نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية أيضا. أمر ثالث اللي هو قد يغيب عن كثير من الناس ألا وهو أن يأكل الشخص شيء لا يحبه. بعض الأحيان قد هو يعني يأكل شخص شيء ما يحبه أنه والله الشيء الموجود وكذا, أو أن بعض الأحيان قد يلزمه يعني يكون مثلا مستضيفة شخص معين, نعم نعم. ويل يعني يلزم عليه يلزم علينا والله لا كل كل كل, فهذا حتى العلماء يعني يعني نهوا عن ذلك, أو أنه والله خلنا نقول يعني هذا أمر غير مستحب أنك يعني تشدد على شخص وهو لا يرغب بالأكل, لأن أول حاجة قد هذا يخالف يعني يعني ذائقته هو, نعم. يصاب حتى, نعم. في قضية الأكل, نعم. الذي يأكله هو. الأمر الثاني كذلك قد يعني يحتاج هذا النوع من الأكل شخص آخر, نعم. ويرغب فيه شخص آخر, نعم. نعم. فأنت بأكلك إياه أنت لم تستفد منه ومنعت شخص آخر أن يستفيد منه, فهذا في نوع من الإسراف كذلك. جميل جميل. ففي بعض يعني في لفتات عند العلماء يعني تستغرب لجمالها بالفعل لمثل هذه الأطروحات, نعم. يعني تقول هذا ما شاء الله يعني ما أدري كيف يعني عايشين, سبحان الله. الله يسعدك يا دكتور. الله يرفع قدرك. العيد سعيد وفيه المحبة والتواد والزيارات والتصافي, نبي لمحة شرعية في قضية الزيارات ويعني التزاور بين الناس في العيد. جميل جدا. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى شرع أمور معينة, شرع منظومة معينة تصلح عليها المجتمع ككل, وبدأ هذه المنظومة من يعني المنظومة الصغيرة اللي هي العائلة, ثم بعد ذلك توسع والله إلى الأعمام والأخوال والأقارب, ثم بعد ذلك توسع إلى أكثر من ذلك. وليس هذا فقط, وإنما حتى يعني في الاجتماعات, فجعل هناك مثلا ناس يجتمعون مثلا في المساجد في الصلوات الخمس, نعم. وجعل في صلاة الجمعة كذلك يكون الأمر أكثر في المصليات غير الجوامع, وأيضا في مصلى العيد يكون الاجتماع أكبر وأكبر, فيكون على قولتهم مكان يعني أكثر يعني حتى يجتمع الناس أكثر وأكثر. وأمر كذلك بالنسبة للعيد إخراج الناس يعني إخراج حتى النساء, وإن كان طبعا في الغالب أنه والله يكون مثلا بيوتهن أفضل لهن, لكن في هذا الوقت المبارك حتى يشهدن الخير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإخراجهن, وحتى الحيض ويعتزلون المصلى, بل حتى الأطفال وإن كانوا حتى ليس يعني لا يؤدون الصلاة وإنما أيضا يعني يحضرون حتى يكون هناك نوع من الاجتماع الجميل ويشعرون ب يعني هذه الفرحة وهذه السعادة مع الناس جميعا. فهذا حتى في قضية يعني من تعرف ومن لا تعرف, أيضا حتى في قضية الآن الذهاب إلى المسجد إلى المصلى العيد, بعضهم قال أنك تذهب من أو مو بعضهم قال هو السنة أنك تذهب من مكان وتعود من مكان آخر, نعم. وذكروا العلماء من الأمور التي يعني حكمة من ذلك أن قد تمر على كثير من الناس أو من الأقارب تمر عليهم وتزورهم, فهذه فيها لفتات يعني الناظر إلى التشريعات الإسلامية يجد أنها يعني وضعت أساسات ثم وضعت في كل تكاليف أمور معينة تؤكد على هذه القضايا, ومنها قضية طبعا اللي هي الزيارات, نعم. فإن كانت الزيارات في يعني سائر الأيام يعني هي فاضلة وهي مطلوبة فما بالك في العيد, الله أكبر. فهي يعني أولى وأهم, ويعني أتمنى كذلك حتى من بعض العوائل يعني اللي هي قد تكون عوائل صغيرة وقد تكبر قليلا, فيبدأ يعني أن والله كل مجموعة يعني تتواصل مع بعضها البعض فقط, فيكون فيها نوع من التقسيم. لا, نتمنى أن يكون في العيد أن يجتمع الجميع يعني جميل. يعني بعضهم في الغالب مثلا يكون والله مثلا في شخص كبير في السن موجود فيجتمعون لأجله, بعد أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى تبدأ في الانقسامات, نعم نعم. إلى من الجيد أيضا يعني أنك تزور وأنك والله تجتمع بعضهم, نعم. ما شاء الله أفكار جميلة جدا في قضية والله مثلا حجز استراحات أو حجز والله, نعم. مثلا بعض, نعم. الأشياء هذه
أفكار جميلة جدا وتؤيد يعني تؤيد أو تؤدي إلى المطلوب الذي هو الاجتماع. وهو إظهار فرحة بالضبط، هو يعني إظهار فرحة، ولا تحدث الفرحة سبحان الله لما الإنسان يكون مع زوجته وعياله، أنت كل يوم تشوفهم يعني طلعت معهم جيت معهم، لا لابد أن نشعرهم. لذلك لفت نظري جزاك الله خير في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر حتى النساء يشهدنا صلاة العيد، والحيض يشهدنا دعوة المسلمين وإن كان خارج المصلى، لكن حتى يشعرون هذا يوم مختلف عن سائر الأيام. جميل. وسلوك مختلف عن كل السلوك طوال العام. لعل هذه لفتة جميلة، ما أدري دكتور. جميل. لا فيه في ملاحظة كذلك جميلة جدا، يعني ذكرتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما هي تتكلم عن نفسها عندما كانت والله يعني ترى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح لها مكان حتى والله تستطيع أن تنظر إليهم، وذكرت يعني لفتة جميلة قالت يعني اقدروا قدر الجارية الصغيرة تحب اللعب أو كما ذكرت يعني، فهي يعني حتى تراعي أنت أطفالك الذين هم معك. جميل. يعني جميل. الصغار الذين هم معك طبعا كذلك الجاريتين كانت تغنيان يعني عندها، يعني كل هذا حتى مراعاة. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف أنه والله هي محتاجة للعب، كانت صغيرة في السن يعني. نعم. بل بعض الأحيان يعني في طبعا في يعني في غير عيد كان يأتي ببعض الـ 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 يعني الـ يعني الأشخاص يعني الأطفال. نعم. حتى يلعبون معها. نعم. نعم. كل هذه من الأشياء التي لابد أيضا في العيد أنه والله لا والله يكون فيها نوع من التوسعة أكثر. صحيح. على العيال. وذكر طبعا كثير من العلماء ابن حجر وغيره تكلموا في هذا الحديث، تكلموا على التوسعة على العيال. الله خير. الله يسعدك. الله يسعد دكتور كمال الدعيس. في ختام هذه الحلقة بروف محمد، ماذا توجه لنا وللسادة المشاهدين والمشاهدات؟ حقيقة الآن الأبحاث تشير إلى أن الصيام بانتظام يؤدي إلى تحسن ملحوظ في وظائف الجسم. جميل. بل قد ذهبت بعض المدارس الصحية إلى يعني الدعوة إلى أن يكون الصوم جزء من منهج الحياة مثل الأكل والشرب والنوم. نعم. على اعتبار الصيام هو يعيد النشاط. نعم. ويعمل على تجديد الخلايا إذا اتبع بالطريقة صحيح. الصحيحة والابتعاد عن الغلو في الأكل. وفي اعتقادي الشخصي الصيام بطريقة منتظمة خارج أيام رمضان قد يكون النفع الصحي أكثر. طبعا لا شك في رمضان المنافع جمة، لكن أعتقد أنه هناك حتكون منافع صحية أكثر. الله أكبر. بسبب الابتعاد عن السلوكيات الدخيلة المتبعة. صحيح. في رمضان من حيث المأكولات والمشروبات. نعم. نعم. فنصيحتي أن يكون هناك برنامج صيام دوري خلال العام ليس في رمضان. جميل. وهذا مثبت. نعم. وهناك مستشفيات تعالج بالصيام، ونحن الآن في شهر شوال يعني ست الحديث. نعم. من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. فهذه دعوة لي ولكم للسادة المشاهدين متابعين القناة الفاضلة الكريمة المباركة بأن يجعل أن يكون الصيام جزء من منهج الحياة. جميل جميل. وبإذن الله يعني نحصل على الفائدة المرجوة بإذن الله. جزاكم الله خير. شكرا لك بروف محمد بن طه الحريري، وشكرا دكتور كمال الدعيس. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، اليوم عيد وعيدكم سعيد، وأسأل الله أن يعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات والصحة والسلامة والعافية والنصر والتمكين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. لا تنسوا العيد فرحة، افرحوا وليفرح كل من حولكم بما أنعم الله عز وجل علينا. كل عام وأنتم بخير، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الروح للأرواح، حديث الروح للأرواح يسري بصحبته مجالسنا تطيب، ووحي الله للإنسان روح وأنوار بها تحيا القلوب، حديث الروح تربية وطهر به يتذكر العبد المنيب، تنال به حياة ذات طيب، فيا قومي لربكم استجيبوا، فيا قومي لربكم استجيبوا.